فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الموقع هذا يسمونه طيب اسم، ويقال أنه من ضربة سيدنا موسى العصا للبحر انفلق البحر وصار في فتحة بالجبل المقابلة من الجهتين، الجهة الشرقية والجهة الغربية من الحدود المصرية. أيضا في نبع ماء بنهاية الطريق، هذا فيه نبع ماء صالح للشرب يصب البحر. التحكم بالطيارة داخل المنطقة هذه صعب لأنه في هواء قوي. هذه النهاية، تقف السيارات هنا عاد الناس تمشي مع الجسر هذا.